عدنان، عدنان أهلا بك معنا. آخر المواقف حول عملية التبادل في دفعتها الخامسة. مرحبا هنادي، الآن الأنظار كلها تتجه نحو إمكانية تمديد هذه الهدنة ووقف إطلاق النار إلى 3 أيام إضافية لتصبح بالمجموع 9 أيام، لا سيما بعد الاجتماع الهام الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة والذي حضره رئيس الموساد الإسرائيلي بالإضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية وأيضا رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، واستضافهم طبعا بطبيعة الحال رئيس الوزراء القطري. طبعا هذا الاجتماع بحث عدة قضايا بحسب ما تم تناوله هنا في وسائل الإعلام الإسرائيلية. القضية الأولى هي تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار لمدة 3 أيام إضافية، يتم خلالها أيضا العمل بنفس الآليات التي كان معمول بها في إطلاق سراح أو تبادل الأسرى بين الطرفين، 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي. هذا ربما سوف يتم العمل به خلال مدة التمديد التي قد تستمر أيضا ل3 أيام إضافية. التقديرات هنا في وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى ربما ذهاب الأطراف إلى عملية التمديد هذه ل3 أيام إضافية. القضية الثانية الهامة التي تم بحثها في الدوحة وهي وقف لإطلاق نار لمدة طويلة يتم خلالها تبادل الأسرى لدى كلا الطرفين، والحديث يدور عن الأسرى من الرجال والجنود والضباط الإسرائيليين الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر خلال عملية طوفان الأقصى. طبعا المفاوضات حول هذه النقطة بالتحديد لم تكن سهلة، هناك الكثير من العقبات والصعوبات التي سوف تواجه الوسطاء سواء الوسيط القطري أو المصري أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما بأن موقع والله الإسرائيلي قال بأن رئيس الموساد قال خلال الاجتماع الذي عقد في الدوحة بأن إسرائيل لن تناقش هذه القضية، قضية تبادل الأسرى للجنود والرجال الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام طويلة ومؤبدة، إلا بعد الانتهاء من قضية تبادل الأسرى من النساء والأطفال. لكن الحديث ما زال يدور هنا في إسرائيل حول إمكانية الذهاب إلى وقف طويل لإطلاق النار بين الطرفين. هناك الكثير من التحديات التي سوف تواجه الحكومة الائتلافية الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو. أولى التهديدات جاءت من وزير الأمن القومي الإسرائيلي الوزير المتطرف إيتمار بن غفير الذي قال في تغريدة على موقع إكس بأن وقف إطلاق النار يساوي حل الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي هو هدد بالانسحاب من هذه الحكومة الائتلافية في حال وافقت كبيرة الحرب أو وافقت الحكومة على وقف طويل ودائم لإطلاق النار مع حركة حماس. أيضا وزير المالية المتطرف سموتريتش أيضا قال بأن وقف إطلاق النار يعني بمثابة الحكم على القضاء على إسرائيل، هكذا وصف القضية. وبالتالي الوزراء المتطرفون من أقصى اليمين الإسرائيلي يرفضون رفضا قاطعا أي حديث عن وقف لإطلاق النار مع حركة حماس. أيضا من المرتقب أن يكون هناك سجالات ونقاشات ورفض من داخل المؤسسة العسكرية في إسرائيل، لا سيما بأن قناة كان الإسرائيلية قالت بأن هناك رفض من قبل الجيش الإسرائيلي لأي اتفاقية تقضي بوقف دائم لإطلاق النار مع حركة حماس، وبالتالي ربما التوصل إلى اتفاقية بهذا الخصوص بين إسرائيل وحركة حماس عبر الوساطة القطرية سوف يكون صعبا للغاية، لا سيما بأن هناك خلافات جذرية وجدية داخل المؤسسة السياسية وأيضا داخل المؤسسة العسكرية في إسرائيل حول أي حديث يقضي بوقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين. تعود إسرائيل بين الفينة والأخرى لتؤكد من جديد بأنها سوف تعاود الأعمال القتالية وتعاود العدوان على قطاع غزة مع انتهاء هذه الهدنة التي تم التوصل إليها. واستمعنا يوم أمس إلى تصريحات الوزير في كبيرة الحرب بيني غانتس الذي عاد وأكد بأن لا خيار أمام إسرائيل سوى العودة ومواصلة القتال في قطاع غزة من أجل تحقيق الأهداف التي وضعتها إسرائيل وعلى رأسها القضاء على حركة حماس وتفكيكها في داخل قطاع غزة.
طبعا كل هذا يأتي في ظل التشكيكات والأصوات التي بدأت ترتفع هنا في إسرائيل حول مدى إمكانية الجيش في تحقيق هذه الأهداف والقضاء فعليا على